مدبولي يعرض برنامج حكومته للسنوات الأربع المقبلة أمام مجلس النواب. خطة استراتيجية وضعتها الحكومة الجديدة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والتي تعهدت بتحسين معيشة المصريين واتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المواطن وتخفيف الآثار المصاحبة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، حيث قدم خلالها برنامج حكومته للسنوات الأربع المقبلة والتي تركز على 5 أهداف استراتيجية، وهي حماية الأمن القومي المصري وسياسة مصر الخارجية وبناء الإنسان المصري والتنمية الاقتصادية ورفع كفاءة الأداء الحكومي والنهوض بمستويات التشغيل وتحسين مستوى معيشة المواطن المصري والتنمية البشرية. وعلى الصعيد الاقتصادي، وضعت الحكومة عددا من الأهداف والتي تسعى لتحقيقها بحلول العام المالي 2020-2021، والتي تشمل خفض معدلات العجز الكلي إلى 6% من الناتج المحلي الإجمالي، والحفاظ على تحقيق فائض أولي يقترب من 2% من الناتج المحلي الإجمالي، فضلا عن نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 8% من 5.4% في عام 2017-2018. كما تستهدف الحكومة خفض نسبة الدين الحكومي وأعبائه إلى معدلات مستدامة لا تتعدى نسبة 90% من الناتج المحلي الإجمالي في يونيو 2020، وتصل إلى ما بين 80% إلى 85% بنهاية البرنامج، فضلاً عن خفض معدلات البطالة إلى 8% بدلاً من 10.6% حالياً. وتسعى الحكومة إلى تحسين بيئة الأعمال المشجعة لدفع الاستثمارات الخاصة بالقطاع الصناعي والتمهيد لتحقيق تنمية صناعية ملموسة خلال السنوات الأربع المقبلة، والتي تعمل على زيادة معدل النمو الصناعي من 6.3% لعام 2018-2019 إلى 10.7% عام 2021-2022. ومن بين الأهداف أيضاً زيادة الإيرادات الحكومية الإجمالية لتخفيف الاعتماد على الاقتراض المحلي والخارجي، وزيادة الإيرادات الضريبية كنتيجة لتحسين كفاءة التحصيل الضريبي، وتوجيه هذه الإيرادات إلى الخدمات المقدمة للمواطنين كبديل حتمي للحد من الاقتراض من الداخل والخارج، بالإضافة إلى إشراك المؤسسات الدولية في تمويل الخدمات العامة في حدود 2 مليار دولار حتى عام 2022، وتوسيع قاعدة التمويل بالمشاركة مع الصناديق السيادية والإقليمية والدولية في حدود 200 مليار جنيه وتفعيل أصول الدولة غير المستغلة.